أعلنت وزارة الصحة اليوم 4 فبراير 2021 خلال 24 ساعة الماضية عن تسجيل 620 حالة جديدة مؤكدة، ليصبح العدد الإجمالي هو 473,667. أما الوفيات فقد سجل اليوم 28 حالة وفاة، ليصبح العدد الإجمالي هو 8,351. والمتعافون فعرفت المملكة تسجيل 742 حالة من المتعافين، ليصبح العدد الإجمالي هو 452,522، وتكون بذلك الحالات النشطة هي 12,794. وفرقت هذه الحالات على جهات المملكة، بداية بجهة الدار البيضاء سطات التي عرفت تسجيل 255 حالة جديدة مؤكدة و8 وفيات، الدار البيضاء 187 حالة مع 8 وفيات الجديدة 24 حالة، نواصر 20 حالة، المحمدية 19 حالة، مديونة 3 حالات، سطات حالة واحدة، وبرشيد حالة واحدة. جهة طنجة تطوان الحسيمة جاءت في المرتبة الثانية بتسجيل 80 حالة جديدة وثلاث وفيات، طنجة أصيلة 33 حالة وحالة وفاة الحسيمة 16 حالة وحالة وفاة العرايش 13 حالة، تطوان 11 حالة مع حالة وفاة، وزان 3 حالات، المضيق الفنيدق حالتان، وشفشاون حالة واحدة، والفحص أنجرة حالة واحدة. بالنسبة لجهة الرباط سلا القنيطرة فقد سجل اليوم 76 حالة جديدة مع 5 وفيات، صخيرة تمارة 29 حالة جديدة وحالة وفاة، سلا 24 حالة جديدة وحالة وفاة، سيدي سليمان 7 حالات جديدة، الخميسات 7 حالات جديدة مع حالة وفاة، سيدي قاسم 4 حالات جديدة، القنيطرة 3 حالات، والرباط حالتان مع حالة وفاة. بالنسبة لجهة الشرق فقد سجل اليوم 74 حالة جديدة وحالة وفاة، قسمت بين وجدة أنقاد 24 حالة، الناظور 24 حالة، بركان 12 حالة وحالة وفاة، الدريوش 8 حالات، جرادة 3 حالات، تورير حالتان، في جيج حالة واحدة. بالنسبة لجهة مراكش آسفي فقد سجل اليوم 38 حالة جديدة وثلاث وفيات، مراكش 32 حالة مع حالة وفاة، الصويرة حالتان جديدتان، آسفي حالتان جديدتان، وقلعة سراغنا حالة واحدة مع حالة وفاة، والحوز حالة واحدة. جهة سوس ماسة سجل اليوم فيها 33 حالة جديدة وحالة وفاة، أكادير 17 حالة، إنزكان 8 ملول 10 حالات، تارودانت 4 حالات، تيزنيت حالتان، طاطا حالة وفاة واحدة دون أي حالة جديدة. بالنسبة لجهة فاس مكناس فسجل اليوم 17 حالة جديدة وحالة وفاة، فاس 6 حالات جديدة وحالة وفاة، الحاجب 3 حالات جديدة، تازا 3 حالات، مكناس حالتان وحالة وفاة، تاونات حالتان، صفرو حالة واحدة. جهة درعا تافيلال سجلت 12 حالة جديدة وحالة وفاة، الرشيدية 6 حالات مع حالة وفاة، ميدل 3 حالات مع حالة وفاة، تنغير حالتان جديدتان، وورزازات حالة واحدة. جهة بني ملال خنيفرة سجلت 12 حالة جديدة وثلاث وفيات، قسمت بين بني ملال 8 حالات جديدة وحالة وفاة، خنيفرة حالتان جديدة وحالة وفاة، الفقيه بن صالح حالتان جديدة. بالنسبة لجهة العيون الساقية الحمراء فقد سجل اليوم 11 حالة جديدة دون أي حالة وفاة، العيون 6 حالات، وبوجدور 5 حالات. أما جهة الداخلة وادي الذهب فقد سجل 8 حالات جديدة كلها بوادي الذهب دون أي حالة وفاة، جهة قلميم وادنون عرفت تسجيل 4 حالات جديدة دون أي حالة وفاة، قسمت الحالات الجديدة بين قلميم حالتان وسيدي إفني حالتان.